السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ شخباركم؟ مسيين طيبين؟ مكتبين قسم مدريد، قال عبد المقدس صالح حميد. اللهم صل وسلم على حبيب محمد رسول الله اجمعين. طبعا اليوم جايب لكم شلون تحملون ديستني. لما قد سويت شرح قبل اللي هو كيف تحملون ديستني، وسويت حطيت رابط في الوصف عن طريق امازون، ما امازون تلعب عليه ومن هالكلام يجيك كود. فاتوقع ان الشركة نفسها او زي كذا، لان قبل ما عندك تدخل لازم كود وما ادري ايش. الحين ابد الظاهر تحمل اللعبة، بعد ما تخلص اللعبة تدخل اللعبة وفي تحميل ثاني ظهر 10 جيجا. طبعا في فرق بين سوني 3 وسوني 4، كلها نفس الحكاية، لكن سوني 3 التحميل فيه 5 جيجا، والسوني 4 الظاهر التحميل فيه ظهر 10 جيجا على ما اعتقد، او 12 جيجا. فشو تسوي؟ تروح تدخل ستور، تروح لهم سيرش، بعد ما تروح لهم سيرش تروح لهم تكتب ديستني دي. طبعا هذا الحساب امريكي، لان الحساب الاوروبي قد سويت فيه، بس قلت خليني اسوي لكم ذا الحساب، ما يفرق. بس يفضل انك تحط في حساب اوروبي ديستني جيم. هذه اتوقع انها هذه بري اوردر، ايوه هذه بري اوردر. تسوي بري اوردر، بعدين شو اسمه هذه بروسيد تو تشيك اوت، تصير هذه بعدين كونفيرم بري اوردر. طبعا يفضل يكون حسابك فاضي ما فيه ولا ريال، مدري دولار اللي هو يفضل يعني. كونفيرم بري اوردر. بعد ما تسوي هذا كله، طبعا ما ابي يقول فول جيم، وش ذا ايه انلوكت، شفتوا فول جيم انلوكت يعني مو مقفله اللعبه، ديستني كامله ما ادري ايش يقول. 13 جيجا هذا، هذا اوتو داونلود، هذا هذا ما ادري وش الزبده حق البري اوردر، ما ادري وش هذا. بقي لي 50 يوم. طبعا اللعبه متى تنتهي، ما متى تنتهي البيتا، لكن اتوقع بعد 50 يوم عقب تضغط ديستني بيتا. طبعا ما راح احملها، انا قد حملتها قبل. فشو تسوي الحين؟ خلاص ضغطت على هذه اكس، هنا اكس، شفتوا؟ بعد ما تتحمل خلاص كل شيء، نطلع الحين نطلع. وبعد ما طلعنا رحنا للنوتيفيكيشن، راح تلقى عندك في الداونلود هنا بيطلع لك ثنتين، ديستني بيتا وهذا الابديت، وواحد ثاني حق اللعبة نفسها. وبس يعني هذا اللي عندي اليوم، اتمنى يعني تستمتعون في اللعبة. طبعا سوني 3 وسوني 4 كلها سوا ان شاء الله تضبط معكم، كلها نفس الحركة. وبس هذا اللي عندي اليوم، اتوقع انكم لا تنسون لايك سبسكرايب كومنت فيرت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا تسمعوا كنا ظالمين، وفي امان الله. ドムトコロダー行きたいと。イエー!